طبعا الهدف من الوقف اليوم تذكير 21 آب 2013 بالمجزرة الكبرى في جريمة الكيماوي، وهي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وهي للمرة الخامسة نحن نقف بساحات باريس وفي ساحات أخرى، واليوم الكثير من السوريين الأحرار نظموا وقفة للتذكير بجريمة الحرب، جريمة مجزرة الكيماوي، ولا زال المجرم في قابع في دمشق في السلطة على رقاب السوريين. أنا متضامنة مع الشعب السوري، وأقف هنا معكم في الذكرى الخامسة لمجزرة الغوطة بدمشق، والتي لا أذكر عدد ضحاياها من كثرتهم. القصف الذي تم من قبل النظام ولمرات كثيرة بالمواد الكيماوية من البراميل بالطيران، وقناعة الشخصية وقناعة أي أحد أن الثوار السوريين لا يملكون طيرانا ليقصفوا عائلاتهم. والذي يزعجني كثيرا هو عدم مبالاة وعدم معاقبة المجرم من قبل المجتمع الدولي. نحن اليوم منوقف لندد بالمجازر، منندد بصمت العالم على مجازر النظام، ومنطالب بمحاكمة بشار الأسد على ما اقترفت يداه لقاء المدنيين. قتل المدنيين جريمة إنسانية في هيئة الأمم المتحدة. هناك شرعة وتشريع لحماية المدنيين، يجب ألا يدخل المدنيين في الصراعات والحروب. بشار الأسد استعمل الكيماوي للضغط على المعارضة السورية وعلى سوار سوريا لإضعافهم في ظل صمت العالم. نحن ندين هذا الصمت العالم، ندين سكوت العالم على الجرائم التي يرتكبها بشار. نطالب وما زلنا نطالب وسنبقى نطالب بمحاكمة بشار على هذه الجرائم المتتالية باستعمال كيماء وكل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. هذا تواطؤ عالمي، تواطؤ غربي، تواطؤ أطلسي في جرائم ضد الشعب السوري. من بدأت الثورة 2011 إلى الآن كل هذه جرائم، والدول الغربية تغطي هذه الجرائم، وهي من تشجع الأسد على اقتراف جرائم ضد الشعب السوري.